السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. حد يرومين الشحين الضحى العالي؟ أنا كله السبب هذا أوله، كله السبب الخراريف في الليل، ولا لا 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 لين نصايف الليل لازم ما بنش نبو يعني من الصبح بنش ما بر أولا لا هاثرة ثانيا انزين وخلاف تمي تقول في خاطري بنش صلاح محد بيس روحي متفيزر ما فيه ها تا 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 وين هذا؟ هذا بيت ماما. ايه بيت بن صلهوم. لا تقول اسم حرمة عيب، لازم تقول بيت بن صلهوم. بيت بابا مبارك الكبيسي. ايه بيت مبارك بن صلهوم. يلا بارك شو جايبين هذا؟ حطه ياي يعني. ياي في بعد هذا واحد ثلاث مرات جايبين ما شاء واقفين قبل بن صلهوم. يلا شوف الله يعني. يا يا سلام سلم بيض وافين وافين شكرا نسوي سلام عليكم مدام يعطيك العافيه وسلم على بابا ان شاء الله شكرا ها ودهن وتعال ودهن المطبخ وتعال مطبخ هذا العود لا بد من دهان السير ضروري بعد لازم اي حد ابوي يبيب لكم شيء عود صغير ياهل بشكار بشكار لازم دهان السير هذا تجعلوا ترى ما بلازم شيء الوايد حتى لو شيء بسيط ما يرزه لا دمي اللي جاي ترى شافي يوم ورد الشافي ما بزين لو شيء جليل شيء الجليل يفرح ترى ما بلازم تحرون الكواويد الالاف هن يفرحن لو حتى عشر ربيات لو حتى 20 ربيه يفرحن لله وينك على غفله وانت غافل حتى لو بهان الشيء ما يرزق ما بلازم لا الاف لا حتى لو شيء بسيط 20 ربيه يفرحن زين ويعلى الله يحفظكم اليوم صلاح ابوي مسوي له منظار ومسوي له البنج مسوي له طرشي جميع الفيديوهات ام محمد طرشتنهن من الساعه 6 سارحين وحينها ان شاء الله نبي يعطنون ان شاء الله راد و بس بحط لكم الفيديوهات الحين اللي طرشوها طرشتن مشكلة ام محمد ما تعرف له ما تخليه يرمس الله اللي صلاح روحه مشكله الحين بحط لكم فيديو ايه يا سوز موني خير خالد خير جود
شوف خالدي يا سلام. So we have 107.075 June 12, 67 for colonoscopy. Yeah. Okay. Yalla. Salam tek. See you. Right. Thanks, Michelle. Thanks, Michelle. Okay. So I will be sending it. I'll remove the cover because it's loose. So. Oh yeah, thank you. Okay. ها صلاح صلاح السلام عليكم. اسمعك اسمعك ارمس. لا لا في البيت بتي. يلا صلاح يلا سكر التليفون. حد يتريق ضحى حد يتريق ضحى. انا يلا وين يهيد؟ ابوي حر ما ينيل سخاري والله اني وريت بجت من الحر. عملنا ولا ما عملنا؟ ايه هلا 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 هلا. اولا كولونو من البدايه للنهايه ما في مشكله نهائيا. عنده بس لحميتين صغار شلناهم طبعا هذول هن. شو فيهم؟ الحمد لله على السلامه صلاح. شو قالوك الدكتور؟ شو قال لك؟ شو مو ورا عيب؟ مالك؟ بركت بخير؟ ايه دكتور صلاح؟ خير. وبعد شو اعطاك دواء؟ هذا وين؟ ايوه هذا بعد ترينه؟ شو سووا لك؟ مالك الدكتور؟ هذا ايه انا خازي. ايه سووا لك بوسه؟ لا وين؟ ما حبك الدكتور؟ خلاص اسمع علي سلك على باليدين. الدكتور اتصل قال حق ام محمد. يا ام محمد ترى صلاح بخير وسهاله بس يبع حرمه. شو رايك الحين انت؟ زين. تبع حرمه لو حرمتين؟ واحد. من وين؟ تبع اي بلاد؟ ابو ظبي. وين بنلقط لك حرمه يا صلاح ابو ظبي؟ زين اقول لك بالنسبه لي تخبرون صلاح وين سوى المنظار وين سوى الفحوصات وين وين؟ ما بارو مخبر في احد مستشفيات الدوله في ابو ظبي. الامارات ما شاء الله تبارك الرحمن كل مستشفى منهم اخير عن الثاني. اس كل مستشفى يهد يمينونه ما يطيب له البغيم والزعيج اللي يشوف يوم يشوفني بتكلم. في المستشفيات في ابو ظبي يعني وين بيكون؟ مستشفيات الدوله ما شاء الله تبارك الرحمن يجونها من شرق ومن غرب من شرق مشارق الدنيا ومغاربها من كثر الجلد اللي فيها كثر ما هي زينه. الحين ابو المستشفيات كل واحد منهم اخير عن البيعه كلهن ابو يتسابقن على الجوده. الحين كلني يبين يغدر رقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلى الله يحفظكم، هذا رياد من هالدبي جايني وياي البراند هذا ماله وعارضنا في معرض عطايا. زين، معرض عطايا يعلى الله يحفظكم مستحيل يعرضون أي شيء إلا أنه مستلمين البروفايل مال الصانع والمصمم وراعي العطر وراعي الشيء. ما كان الشيء اللي هو جايب لنا هذا يرزى ويستاهل، مستحيل معرض عطايا بيعرضونه ولا بيحطونه عندهم في المعرض. اكيد ان شيء فنان المنتج هذا، العطورات هذه تشوفونها، شرح لي شرح تفصيلي عن كل شيء. يا غير انا ما فتحت ولا شيء، يا غير قلت بحط لكم اياه يصير يطالع. هذا مش دعايه، هذا في حب الله، في حب الله هذا. وانا اسجل قدامه وهو يسمعني وبس. ويا زلي الريال اخين وخايفه من الله، فلذلك يعني حبيت اني ادعمه في هاللي هو من حاط لي اياه الحين وصورته، وهم عارضين في معرض عطايا اللي في شارع القديم. انا ما روحته يا غير عن رمسته انه شيء في كبد السماء، صاك في كبد السماء وموجود ابوي في الاستقبال في عطايا. يرزج من حيث لا يعلم ويوفجه شيء راقي وفنان، لكن بكراتين بقواطين ابوي لا دريت به ولا علمت. يا غير اتوقع 90% انه شيء وايد زين. هذا الريال ابوي اللي جايب هالعطورات ساعه من هالدبي. ها ريال، ريال طيب صلاح؟ تمام تمام. صلاح صلاح طوال مطوح هيك، ما تشوف الحين تمنين؟ مطوح حبيبي نصلي يصلي عن بانيان عيال الحين تمنين. بعد عن الحلال والحرام، ابوي ما رمت اظلم الريال، الريال ابوي روحت من ظهر الريال سيدة فتحت المضارب كلهن، وكل واحد اخير عن الثاني، ما فيهن واحد والله هن. يقول بعد شيء نوعين ثلاثة ما ياب لي منهن، يا غير اللي ياب هنا كل واحد اخير عن ربيعه. وموجودات ابوي في عرض. يعني كنت حاس ان انسان باهس في الوضع في المواضيع هذه، يعني طريقة شرحه دارس ومثقف وعرف الامور كلها ما شاء الله عليه. يعني حبيت اعرض بضاعته ويعلى الله يرزقه. والله وقسما بالله العظيم اني حتى اسمه ما اعرفه، لكن اظني محمد، اظني اسمه محمد. محمد واللي بياخذ من منتجاته في معرض عطايا ترى ما راح يندم، وياخذه مغمض مغمض مره مره وهم مغمض. منتجاته معطورات يعني، لكن عطورات من الشيء الفنان، ما ببياعي ولا ببهبهو ولا ما سربجي، شيء ولولايتي رقم واحد فنان زياده. تحيدوني انا ما تصلح لي الصوالح ولا يوزلي اي شيء، وشغل الرجال هذا ولايتي ثم ولايتي وثم ولايتي. وبارك الله فيكم. صح زين الظاهر ويا احمد بح في الليل هذا لوتي يا كذب الساعه 1 في الليل. لا كذاب بالليل والله. لا ادري بان مجنون ولا انت ما تظهر نص الليل. لا 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 ما هي 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 لا صحيح هو كذوب ما حد كذب عنه. ان شاء الله ولا تزعل. لوتي انت راقد، انت راقد. الحين الكلام صحيح ولا كذب؟ لا كذب. ما بكذب؟ سرت يعني ويا احمد في الليل ظهرت بالسياره ولا لا؟ لا اكيد. شو صار؟ وين ساير؟ شو؟ وين ساير؟ لحدا. لحدا حق شو لحدا؟ وين 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 بسير الحين؟ خليه تقطع البيت. خليه قاعد تقطع البيت؟ الفلاح. لا ترياك باكر تصب تريق عندي. ماشي مشكلة زين؟ بترياك على الريوق. ليش؟ هي. مشاك بطنك؟ وايد وايد له شويه الحمد لله. الحمد لله يلا باكر الصبح تريق عندي. سيدي بتي خلوا بباي. هي ما عليه لا تسوي تليفون. سيدي تعال اترياك الحمد لله. يا مالك حبيبي الحين قول الصدق. الله وين صرت البحث في الليل؟ لا بقى هذا ما يكفى بالله. انزين سيدي بس انت فهمني البحث صرت البحر ظهرت في الليل ولا؟ الساعة كم؟ وحدة في الليل ظهرت مع أحمد صح؟ وين صرتوا؟ كذا سولفتوا ساعة تقول ما صرت وحين تقول أسير. ليش يا تعال؟ ليش تجذب؟ هو قال لك لا تخبر؟ لا تخبر صح؟ قال لك لا تخبر. وليش خبرت عيال؟ ها يلا يلا صبر الحين بيسرون. يلا
انا بخبرك اخر مره أتعلم. بتخبرني بالصباح هي باكر الصبح باكر الصبح يلا يلا باي حبيبي كلت الباح شوية؟ لا لا في الليل في الليل قبل عملية انت ما بتشذب لكن الحين خبرنا حمد العجوز حمد العجوز عليه حمد الحيتة بيضة؟ ايه ايه هذا كلام هو كل وما كل؟ لا وانت؟ قبل لكن شوية كلت صح الكبير؟ شوية شوية لا ما بتسوي خلاص انت سويت العملية حينه كلت شوية صح؟ ارمس عاد لا تشرب بتروح النار وراس عوشه يلا قول يلا قول هكذا شوي ها اربع اخر مره اول قول كلت شوي ولا لا 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 صلاح هذا ما بكذاب نحن عارفين اللي بكذاب منو كلمني وين تكلم خالد ماشي خالد ماشي خالد مساكم خير ونور وسرور وأول بادي السلام عليكم يعني الله يحفظكم الحين هذا سيري توني داخل العيد وأول ما دخلت سيدي مستشفى توام لي عندي موعد عقب صلاة المغرب من أخلص مصلي عندي موعد ويا الحظ بنمصبح بنفرحان الكويتي وهالموعد ترى أيام كم من شهر ومواعدني الحظ بنمصبح بنفرحان الكويتي مواعدني بيلس ورمس وهدربان هذا كله لأجلكم أنتوا يا المتابعين فاللي يعرف الحظ من قبل تراه يعرفه واللي ما يعرف الحظ ترى من اليوم ساير بيعرفه شخصية مميزة ما يوجد شرات اثنين كنت اتمنى اني وافق اني اسوي وياه مقابلة ولا شيء ولا رمسة ولا اي شيء المهم انه موثق وموجود يعني وعند العرب الناس تعرف انا اعرفه وغيري يعرفه من هالعين يعني يا غير اللي من غير ما حد يعرفه قام ظني جميل أن كنز من الكنوز كنز تخيلوا كنز بزمة وعراه لا استوى شراته وما ظني بيستوي مستحيل باحث أكاديمي مدرس مثقف خريج جامعة العين في التاريخ والتراث باحث اخترت أنه أتعنى العنوة ما بني أي خطافي وهو يستاهل العنوة شخص أنتم بتشوفون وبتسمعون إذا الله راد أطلب من الله سبحانه وتعالى أني يوفقني أني أنقل لكم الصورة المشرفة لهذا الشخص المشرف والمميز شخصية تشرف كل باحث وكل دارس وكل شخصية وكل إنسان يمس هذا البلد بصلة فإن شاء الله إن شاء الله أن اليوم بيستوي التصوير وبحاول أظهر لكم قدر المستطاع اللي الله مقدرني عليه الله مقدرني عليه بظهر لكم إياه من شخصية هذا الشخص المخضرم اللي أقولكم شو بقولكم من يوم أنا ياهل أصيحه هلادي أصيحه بما معناه أصيح ما بصيح صياح أصيح يعني هاديبه هاديبه أنا وغيري هاديبه كل اللي يحبه الحظ فدم وطينة وأدب وأخلاق وثقافة وعلم وكرم وحشمة يعني شو بقولكم مثل ما قلنا ما في الحاضر مدح وإن غدا لناظر وهو قريبه ونحن ما بغدا بعد ساعة ويعلى الله يحفظكم ما هان علي أصور روحي أبغي أقتنم كل لحظة وأستمتع بزيارتي للشخص هذا كل لحظة لذلك يعلى الله يحفظكم اغتنمت الفرصة ورب العالمين يسر ويبت معاي هالشاب المخضرم محمد بن الدولة أحسن مصور في جنتي أبو ظبي ابن الدولي على الله يحفظكم على كثر ما سير أعراس ومناسبات في كل مناسبة تخص البلاد تخص فعاليات أفراح ولا علم ولا خبر في المهرجانات في توزيع الجوائز في كل مكان ما شاء الله عليه القطة مطلوب فلذلك رب العالمين رب العالمين وفقني ورمست من كم من يوم وما خالف قال لي فالك طيب يا أبو محمد وما يصير خاطرك إلا الطيب يعني تسلم يا محمد وإن شاء الله خلاف من خلص تصوير بحط لكم استجرامه على أساس اللي يبه سبحان الله عنده مناسبة عيد ميلاد ولا فرح ولا أي عنده حفلة تخرج ولا توزيع جوائز ولا عيد ميلاد أي كان يصور فيدي ويصور تصوير فوتوغرافي
وكل عادة من أول ما وصل العين لازم أزور بيت راشد بن درويش الكتبي، أطمن على الزراعة والعلم والخبر، لأني أنا مسوي الزراعة بيت عارف ريجتي هذا البيت، بيت راشد بن درويش الكتبي. يلا يحفظها هالصرم كله من خيار الصرم، نوايع غير نمونة. الله تيار قلوبهم حيب وما يزرعون لشيء اللي وراه فايدة، زارعين أبوي كله نخل ولومي وهنبة، ما شيء غير هذا. حين برويكم من داخل بتشوفوا ما شاء الله، ومقيط عن البيت شرق وغرب جميع الصرم. وصلنا البيت يما أقول لكم كله صرم، يعني كله صرم، صرم وهنبة ولومي، صرم وهنبة ولومي ما شاء الله عليك ما شاء الله. والهنبة بشيركم كل غال ورق جديد مرة لنك، شو السبب الودي اللي خطفت يكثر له يميع المياهة يكود مياهة، كل ورق جديد كل هالورق جديد تبارك الرحمن تبارك الرحمن. بقول الهنبة خنابيل خنابيل، هذا هو الهنبة خنابيل خنابيل ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. واللومي عندهم بقيض وشتاء قيض، ها شيء ابويه مفرخ وشيء عاجد وشيء ابويه مره ذاهب للاكل ما شاء الله ما شاء الله. ريدي هلا ايه مره ذاهب الحين قايت المتبني. يا سلام سلم يلا الله يهنيهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. من اللي يميز بيوت التيار لو تحط ابوي مربعه مربعه يابسه اصبحت خضراء، ها سوالف لحد يجلس يتنقد سوالف، هذه يسموها سوالف ومغيث امغيات سوالف سوالف تقصير دوب. اللي حيد عمر ابوي معقد وفي عقد ابوي ما بلازم يسمعني، هب لازم ولب هب لازم مره ما بضروري بعد ان شاء الله حادنا. شو هاي التينه بيضه شو هاي التينه بيضه ما شاء الله، التين الابيض شيء مميز جميل، لكن ترى الطيور بيخلنها. زين ما كملت لكم سالفه بيوت التيار، بيوت التيار يعني الله يحفظكم لو تزرع لو لو ترز مربعه مربعه لو ترزها اصبحت الصبح خضراء بقدره قادر، حيث انهم التيار بيوت الناس اللي ما بتيار سبحانك يا رب، لو بيزرعون لا يزرعونه من 100 شيره تضرب يا ابوك 20 و80 كلهن يموتن عيل بعروقهن، قوله مقيوله من زمان وكل هالعرب تعرفها ان المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان، والتاجر يا ابوكم حضيض من يوم يومه، بس يرون رحله صيد ولا شياته التاجر ابوي من يعق الخيط ابدا 5 دقائق خيار السمك تضرب عنده خيار السمك، والفقير بتضرب عنده شنينوه نيسره عقله، ولا التاجر بتضرب خيار صبيط يضرب عنده اللي ما يضرب على الميدان، ولا بخبرك والتاجر اول ما اول ما بينشب عند هامور، هامور ابيض عود كم كبره غير على العرب اقولكم. وهذا ابوك عاضد ابوي لومي وعاضد نخل وعاضد لومي وعاضد نخل، والدنيا مطرت ايش رايك خبر خير سبحان الله. شوف والله هرزقه مسيد عند باب بيته مره، ها منظر عاده من فوق من الدور الثاني الحين 3 سنين أظني عمر النخل، 3 سنين أظني لو سنتين تقريبا سنتين ونص أظني ما زينك يا العين. شو العواضد هالاثنين مال الهنبة، ها كانت الهنبة كان مرة حصلان مرة ميت عن عمره، تدري وش السبب؟ كان يسجيك اليوم وديتين صبح ومساء في الشتاء، مرة كان على 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 وشك انه يضرب التعفن وين الجذور، وجيت قبل 3 شهور قلت لابوي تعطيه في الاسبوع 3 وديات فقط. الماء ترى ضار شرات البنادم، بتسجيه ما وايد بيتوتب وبيموت شرات البنادم الزراعة، عود ماء تحت العروق بيتيهن تعفن ونشو جلعهن زرع غيرهن، وبل عادة انت كل يوم كل موسم اجلع ابوي غايته. بسكم الهربان بنسير بنصلي الحين جريب بيدن بنتمسح بنصلي وبنرمس اخلاف اذا الى اللقاء في ريج الكويتات. الحظ ابوي مشاهد الانتر كنت الانتر هناك بيتهم يجينا اظني قبل 18 سنه 20 سنه خاطف ما ادري شو كان عندهم
اعتقد اني ما وصلت ما يتم البيت، كنت موصل حد عنده والله ما اتذكر. حيدني دل الفريج وتوني اتصلت به نعتني وطرت لي اللوكيشن. من يجيها بلوش خليه يحدر باجي النخل، النخل يحدرهن زين ما زين. هي هي يلا بارك الله فيك، يلا مع السلامة. والله يا ابوك ما تصور لأي درجة هنا فرحان بشوفك يا ابو محمد. انا والله اكثر فرحان ومسرور، ويعني كني مالك البصرة والشام. الله فرحان بشوفك بطريقة ما تتصورها. هذا من طيب جنابك وصلك الطيب، وانا اقول لك مرحبا مليارات ملايين. احبك على فضله يا ابو محمد، ويخليك ولا يخلينا منك ان شاء الله. ولا انا بعد يخليني منك، والله نورت الحارة ونور البيت وبش العود. انا اقول مرحبا يا ابو محمد. انت تحراني انا برمسه الوادم، ابوي روسه متنفخه من كثر رمستي. الوادم فيها شوق، يبون يسمعون حس هلادم اللي انا هادي. نعم على ما قال المتوسط. سمعت العقيلي يا خير عم لا والله العقيلي بعيد حب خيار عنك انت، انت بعيد خير عن عرب وايد على الله يحفظك. هذا محمد بن الحرم. ما انت شو اسمك الكامل؟ محمد الحرم مصبح فرحان الكويتي. والله والنعم 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 والنعم. تعرفني انت لو ما تعرفني؟ تعرفني؟ أعرفك. كيف؟ من أبوي خبرني. يعني الله يحفظك، يحفظك يبلغنا فيك معرس إن شاء الله. أبوك على منو مسمنك؟ على عمي محمد المهيري. والله والنعم والنعم والنعم. محمد قل له بن أحمد. محمد بن أحمد المهيري. المهيري نعم. الله يسعد حظك. يسعد حظه هو بواحد من شراتك أنت؟ لا والله. لا والله. هالولد الفنان يعني الله يعافظه. هذه لا تخلوها وهل وغالين ومحبين. كفو. وبعدين انا لا يكذبون عليك ويقولون لك انا مرجع ها؟ او انا مصدر. لا انا في التراث شو انا ريال هاوي هي. سند الحريم ويتخشش. وانا يا ابو محمد يعني هذا الحفظ اللي حفظته هذا موهبه من الله سبحانه الله وتعالى. اللهم صل على محمد. انا هو باحث عد قصيده مثلا قصيده من قصيده الاول حفظتها. يا ريم انت مثلا قلت عندي يا ساكن ما حفظتها زين. قلت لك ابو محمد قال العيايز خدت العظة والعبرة. هذا كتاب يقول المتوسط. كنت ناوي يوم أنا أدرس بعدني بالجامعة الله يعطيك الصحة والعافية ريال تخبر عن مثل يعني الريال يعني بعد المثل ما يستحضرني يعني. قالوا لسي تخبر الحظ ظني عنده. قال لي الحظ أنت مو بالواجب تشتغل بالشؤون الاجتماعية حرام يعني. أو تجمع لنا هاي الأمثال وتحطها في مكان وتحطها بين دفتين كتاب. والحمد لله يوم السنة. ليش يقول المتوسط؟ إيه ليش السبب؟ الكتب تكتب الحين مجلة المجلد الأول والثاني والثاني نعم. كلهن يقول المتوسط. ما شاكلنا ما نقول يقول المثل. لا نقول يقول المتوسط. إيه نعم ما بلنا يقول المثل. إيه يقول المتوسط. معلوم. منا 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 كلمة يقول المتوسط. تبعنا للموروث الشعبي. إيه نعم. المتوارث. إيه نعم. وتقول لي ليش اخترت العين؟ إيه السبب؟ تقول لي مثال. إيه. نحن الإنجليز. العرب اليهود لكن في امثال تختلف ما تختلف. مثلا العين بيئه صحراويه بدل هذا. كيف نعرف القيق؟ قلنا الدخول القيق يقولونها للعين او يقول المثل عندنا يقول المثل او يقول المتوسط. الثريا على جارين ولا على شوبتين؟ شو الجارين؟ ارطب المحطه بالقطر. بن ياس اللي هم هالساحل هالوضب شو يقولون؟ شو يقولون؟ يقولون إذا ظهرت ثريا إيه شيء قم يا الغواص تهيئ. يعني شو دخل موسم الصيف ترى الغوص والقيط مو فشته. فمن هذا وعندك مواسم الحصاد أنا ما لحقت به أنا يعني بس يخبرونا عندنا مثل يقول شرط عند الهيس ولا نزاعة عند اليانور. اليانور غير هو مال الحب اللي يحصدون عليه الحب. أيوة. اليانور أصغر عن القرن. اليانور يضربونه بالقبان والقرن يضرب بالثيران لا رب العالمين. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. فأصبحت أنت اليوم يا أبو محمد مرجع كل هالعرب تعلم وتخبر. أنا عندي كتابين بالسلامة. غير عن أبو الاثنين. هذا هاي مثال. عندي كتابين. أما الكتاب أول ثاني هذا اللي الناس ترى اللي هو محفوظات الصدور. ولا عنا بنقصي قص الموت وحياه
فأنا هذا القصيد اللي هم الناس تتريع كلهم بآخره. الحين الكتاب اللي بيكون إن شاء الله مختلف. هنا. اللهجات. مثلاً الكرفاية عندنا في العين. شو الكرفاية أنت تعرفها؟ شبرية. لا. الكرفاية هي الحديدة تراها الرحم من طبجتين. شوف أنت. الكرفاية. شوف أنت. نعم. ونحن هالبد أنا روحت حرام الكرفاية. إيه صح معروفة لكن نحن عندنا الكرفاية هي الحديدة. منطوق هالعين. هنا عم نعم لوجدين غير الرحم. كالحديدة هي الكرفاية. شوف أنت. مثلا عندك كلمة مريندو عندنا احنا عنا لابوديين شو مريندو؟ هو بكلمة سواحلية ولا بكلمة فارس واجل للديان يدقون روس الجاشع والخلال يقول عطوهم مريندو هذا خلال ويا روس الجاشع ايه هذا يسمونه مريندو عندنا الحين لو بتقول بيتحس حضارتنا هذا كتاب هذا جاهز حاليا؟ جاهز نعم وعطينا لكن ما ادري عاد اذا طبعا لهم بعد ما نسلم في المعرض لما نسلم منه نجري انت بالرغم انه المفروض في المعرض هذا الكتاب الثالث ان شاء الله محفوظات الصدور وهذا الناس اللي تتريها هذا هو المهمه الثانيه هي لان عربت ولا اشعار اشعار لوديين وتبغى اشعار لشاعر من اهلنا يسمونه سلطان بن مسعود الكويتي شاعر فحل يعني شاعر لكن الحمد لله الله يرحمه يعني ما حد كتب له نعم حافظ له نعم حافظ له انا وايد حافظ له وحطيت نعم ما شاء الله ما شاء الله قصيده يوم الله يرحم المرحوم الشيخ زاهر بعزة الباري سار البرد في الدجة بسحب تهل المطر وتهيل رعودها عمت على بلد الظواهر وغربت وطلت على بدو الخواوير ملوك ما تخاون عهودها ترجف لها الدنيا وشايع خبرها في بيرق الأصلي علاي مسعودها قم يا نديبي هو قريه ظهرها مذعور تنسير البعد ما يلقى وطنيفها ما يهودها ما تحتمل لمس العصالي من زقرها تسمع سرير الكور عالي بدودها قد أسفرت من بعد غامل سفرها وكل ظلة نجفت على رأس يقول قصيدة بعد مو في الغزل قصيدة هو نهام الريال هذا نهام ودلال السوق وكد الغوص مرة أيام الشباب يسولفون هنا وعصب عليهم النخذة قال شل الشرع تمه في الشمس قالوا له أبو عليك السلطان أبو عليك أبو عليك أبو عليك قال لها شوف عد ارتجاني ما يكتب ولا يقرأ قال له يا ابن خلف وسع لي البال وش فيك حيرت الظلالي رافج عليك بحلو بيته هيتاء ياخذ شبه من نيمة السهيل قال ردوا له رد الضلالي رد الضلالي كيف حالك عساك بخير ايش حال الغاليين كلهم الله يحفظ والله يا الغالي تراني انا سافرت الوالده عندي مصلحات وصرت سنغافوره والله اني اطريك بالخير والله غالي لكن انا ما اعرف وقتكم لا لا والله انت انا ما اعرف وقتك ولا والله الله يعطي الصحة والعافية وانتو غاليين وعد والله انك غالي عندي الله يشهد علي انك غالي نعم 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 وشو حاله هو بخير حاله بخير هو بخير يستاهل 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 قلت شوية ازلو كم من مرة والله جزاه الله خير ما قصر وابو غالي وعزيز علينا ونعم نعم خليه ان شاء الله سلمي سلمي الغالية سلمي سلمي عني أبدا سلمي 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 مرحبا مرحبا لو خله يشوف وغير تيف الشور والراي قصدي جداهم مرة هلوف صبوا بخويك بوم مزلاي أمس الضحاور بوعه وقوف يك القماش اللي منقاي يا دانة الشحيب الوصوف ريجه نبات نحط في ماي كالثلج وسطه صار مديوف أنا أشهد أنك هو بمنسى خذتها مثل تغزر عيني في المغطاي وتعاف شيء دون مكشوف بس يولو حافي يوم الشاي وابدا القضي عن كل مصروف تمت ويسعدني للناس لكن الاصل البيت هذا ماخوذ مظهور من هالقصيده مظهور هي البيت العين ترغب المغطاي وتعاف شيء وحطيت قصيده بعد تعطينا مقتطفات حطيت قصيده تعبر بالسيف ساير ايوه دخيل والديك هاي ضروري ساير مباقضي يشوفك يوم جيت البيت ما ريتك بيتك يا الغضي لي زينه وصوفك في ليالي الصغر حبيتك ذاكر زينك ومعروفك روفك. لو يطول الدهر منسيتك طاب خافج ثوبك على ردوفك يوم عصر العيد وافيتك كل صبح وعصر انا لوفك ما خطاني يوم ما جيتك وهذه قصيده المشهور منتهم ذاير عني بعيد وش فيك ما تاوي الحالي وترد لي باللفت وتعيد رجع لي كانك تبالي لي من غير الوصل ما قبالي وايام وصلك عندي عيد شوفك غنا وراس مالي وايام وصلك عندي عيد افداك بهلي والحلالي والروح كل ما ولا تعيضني فيك لبدالي
ولو كثره الخلان يا سيد الا الحل ما بي في بالي شو خلان حب هذا انشرها نشحن مباري احن عليك يا بورد في مالي يا السولعي يا قايد الغيب انا لولاك ما قلت الامثالي ولا تحملت المناشيد هذا منكم ما جرى نعطيكم اياها بالمحفوظات لا اله الا الله علينا رونق الكتاب لا رونق الكتاب ابوي شال انه اسمك بارك الله فيك يقول يا صبيح لا تنشد ولا تسال زين والحال شنه دود يا عينت ورق اللاح بغناه بيني وبينه ما يرى حال والشيء لا ياني ولا ياه اللي عقناه في حال ود الحرام اللي عقناه في حال زلاب وضكت اليال واللي جواجب في ثناياه في موكب ما فيه ميال يوم الردي توقف مناياه ونصابني يا صبيح غربال كل سبيبي قطعان لله لي لا غلاف القلب ما حال لو من بعيد العين ترباه ومباد دمع العين هطاه ليخطفها من وسط الله والحين بعد عليك انا من قصيدي الحين هذا اللي ترياه هذه قصيده من قصائدي هاي سويتها يمكن في 85 يعني العيد وعندنا ناس غاليين ما عيدوا عندنا سبحان اقول كيف عيدي بعيدي كيف بهنا فرح لعيادي تفرح العربان يا سيدي بالسلام ومد لعيادي الا انا لي عيد بعيدي ما تهنى بذوق الاعياد سيد اسيادي في الضمير ومو المتحيدي لا ولا غيرك من عبادي لك سلامي بالتوديدي يا محبي وفرحة أعيادي كيف أنا بيكون لي عيد يا بدر يا عيدي أنت حظي وراحة فؤادي أنت لك ما ردت انشيدي وحالي هو المال لك يا عدي علني فدواك يا سيدي سالم وتعيش يا سنادي عود التوبة ليش مسمينا عود التوبة شو السبب منطقة عود التوبة هاي مسميات ما مسميات يعني ما يحتاج تفرض الخبر من الأشياء اللي ما تبقى ما كل ما يعلم يقال وما كل إن شاء الله توكل على تنشدني عن حوار العين هي نعم حارة نيادات نعم حارة الكويتات الجنوبية اللي حارة الوجيه عبد الله بن هاشم شو السبب قال يسمون كويتات كل هالعرب يعني الناس اللي من هالكويت من هالقطار يتخبروني عن الحظ الكويتي كيف الكويتي هو من الإمارات شو المنسوب هذا والله عادي أبو محمد أنا هنا ما أقدر أشرح لك التفاصيل الجنوبية والحارة يعني ها ما بتعد السالفة حارة الكويتات الله يسلمك الحارة الحارة الشمالية نعم. والحارة الخزينة حارة الحميرة حارة الربينة حارة المطاوعة حارة الشرق ولا لي في وسفيتش الربينة يا نفس ما سالك وش تبغين وطريق الأشقر شو تبينه يقولوا لي كل العين العين قلت لهم العين أمي أحيانا وطنك لا العين كلها كاملة الجيم والقطارة أنا لو بتزخني بيدي بتوديني الجيم ما أعرف المناطق بالاسم يعني على ما سمعت أعرف يفن الخرم ويالس وعايش فيها الحين لازم أعرف ترى ما سمعت القصيدة يوم قالوا في الجيمي مستجيمي ما مرت عليك نعم مرة قالوا في الجيمي مستجيمي تابع سكيك الجيمي يا حي من لاقيت يتنادي من بلحاني ومن عبرت تنبكيت حلب محلب وزعفران ورباني يا قلب شو سويت ما عيبهم على العين ها قالوا لا قالوا المعترض والجيمي يفدون سكن العين العين المعوص محظوره ما يدور تنبطين ما تاخذ شهر منطوره مسقايه ببليين اللي هن العيني والداودي يا سلام يعني هي لازم دائما نسعد لكن العيني والداودي في اليين في العين زين لكن هل هن يا رجال لليوم؟ اي نعم فيهم نعم ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله راسك ونبي نعرف طال عمرك مجال دراسك وتخصصك ويبون الوالد ما يعرفون على الله يحفظك سالفة الأستاذ اللي في الجامعة اللي في الجامعة حاصل على شهادة بكالوريوس دراسات سلامية واجتماع ما شاء الله هي نعم دكتور ما يعد الأسماء يوم وصل له يقرأ الاسم ما عرف يعني هو ما مصدق أن الاسم أنا حاجة هذا الحظ مصبح فرحان والله قلت والله اعتذر عليك حشارنا من السوق هذا اسمي ماشي حاجة بعد الناس علقوا قال الحاجة قلت له مش حاجة دكتور الحظ من مصبح من فرحان والله قلت له والله هذا اسمي قال ولك من اسمك نصيب قلت له نعم لاني ولي ولي من اسمي نصيب واشتغلت في الشونة 16 سنة وفي نادي ترات الامارات سنة وشهرين والحين في هيئة ابو ظبي في الهيئة مالت السياحة حين من 2010 ما شاء الله يحظهم فيك لا والله نعم والله يحظهم في ناس فيك ناس أعلم عني ولوك لا لا لا, 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 لا اجتماعي أنا ما عندي استاذية ولا عندي شهادة دكتوراه في التراث أنا ريال عاش التراث نعم وحاب التراث من يوم أنا صغير قول قصيدة أحبها أسمع ما كنت شليت ورقة وقلم كتبت لا
هذا كله اللهم صل على محمد من الحافظ. اللهم لك نعم. اللهم لك الحمد. والاسمع بس سبحان الله. نعم كل هذا السماء هذا اليوم انا صغير العلم في الصغر كان نقش في الحجر اما الحين ما الحين مشغله. طويل بعمرك ويحفظك ان شاء الله. شو بنرمس على الحين تبانا؟ كل يريحك. نبغى كل شيء نبغى. من الأسئلة اللي تزعلني أنا أمسات أنا حطيت في عرس المعامرة جايبين دان. نعم. جايبين داني على الله يحفظك ونزلت أنا الدان. بيتني الناس تكلمني تقول الدان مد من في الإمارات. الدان. ولا معروف في الإمارات. الدان فن إماراتي عندنا في دخيل ونحن عندنا في العين. وفندود. نزيد. فرق الدان قبل. نحن دان هو الدان هو نفسه هم يسمونه الولية. نعم. بس دان اللي نحن لحقنا عليه اللي هو داننا لو. أها. وغنانا نحن هنا على طريق التغرودة. عندنا وحدة من أمهاتنا توفت فيه يعني هي الشاعر بالدان. الشيخ زايد بن خليفة الأولي تقول للشيخ زايد عانية من داري ومبروك عرسك يونس الهلالي ومنتوب من بيت الرفالي الدان. دان فالنصيب صف حريم وصف طبور. والقصيد هو يعني القصيد هو اللي انت سمعته وش حالكم هو عرب وش حالكم باجي دار نورايح ونوباجي وعقبك حبيبي ما هنيت بقوت ويا كاتب الخط زيد الخط بالياقوت ريجك حبيبي عسل الا المهر ياقوت الا شوفك قصه من الفنون حتى كانت فرقه الدان يحضرونها ايام القرن يوم يستوي الثيران يوم على يوم الحصاد يجيبون ومن اغانيهم يوم القرط يا ما لعمن يورج صبر السنه والحايله بنزورك في العين نعم نعم عندنا ايوه نخل بن هاشم الكويتي يوم القرط يا ما لعمن يورج والذهب من يورج عيت بياديرك وعيت ثورك ومن اغاني الدان الزين مروبه على الوياه الوياه عندنا طريق في العين روحي على الوياه ما شاقني الا مضحكاه وحيايه وخذت ركاب البزل الشرايه بنيات لو شفت وخزامة رايه لا صارها صايغ وفرق اروح من الهريج الروحي خوفه يلاجيني وياخذ روحي ويحمي ما بس شمات العينه وكثر البكي خرب نظير العينه هذا سر حوبه يوبه والدم ينضح من رفيعي نوبه لاح البسر وصيح بي ما يوبه انا اعتز انا اقول لك انا الحظ مصبح بمرحان اقول لك الدان في وفي الخريس وفي ندود وفي البريم وحماسه الحمد لله هاي المناطق نعم لكن الحين الناس تدري اختلفوا وتعلموا والناس جوابه نحن صف قلت لك حريم وفي المزاور مزاور ان الحريم لكن الريايل ما يزاورون لا ما يزاورون الريايل منقود لكن مش منقود لكن نحن الحريم الشاعر يبقى الثناء وتذهب الاموال لكل زمان دوله ورجال دان فعل نصيب وعدنا العياله ما يسوونها يومين الى ثلاث ايام بعد صلاه العصر نعم يجد لنا وعياله قبل الحاي بالخير الكويتي وبعدين خذها ولد عين حد احمل عيالهم قابض ايه الولد قابض لكن هو الولد بالاسم اما هو الحين متكفلبها عبد الله بن حمد العزاني زعمه هنا يا وصورتهم انا يا مد في عرس في نادي الضباط نعم هنا صورتهم وناس زينين وعيالتهم فنان نحن نسميها الدربانه هي بعد صلاه العشاء يركبون هنتين على الدربانه وتحت يغنون الفوقيات يردون عليهم التحدي شو عاد من الغناء قصيد الدان يعني لا مو قصيد الدان قصيد القصيد العادي القصيد العادي ايوه مثلا الراعبي نشفت ريجي خليتني واجب ومحتار من عقبهم عفت الفي بن علي وين الصديجي عني غدوبه بدو حضار ليت القضي يازم صديجي يسكن معي ويصول لي يار بعطيه بالعهد الوهيجي لا خلينا كله حسب الغالي والحبيب يا اهل الحبيب هذا اللي ملك العرب لا خلينا منك يا الغالي منك لا خليت ميالينا بيت خلي لا خلينا منك يا الغالي منك لا خليت ميالينا ليت خلي يشبه الهالي ينزرع في الهندويين الله يعني من أغاني ابو محمد انا عندي من ضمن الاشياء القديمه اللي عندي بحافظنها يمكن من 40 او 35 سنه عندي سيديات مو بسيديات فيديوهات يمكن اظني ثلاث لو اربع فيديوهات كل فيديو ثلاث ساعات لو الكبار فيديوهات هاي طول الذراع وحوليت اذا كاترج وعقب حوليت سي دي محافظ عليه من هالسنين كلها والحمد لله اليوم تراني نسخت فلاش وجبت لك منها بس انت الوحيد اللي اعطيتك ما اعطيت ولد امه حد يشوف لا بعيد ولا قريب ناس ماتوا ابوي من عشرات السنين في يوليا النعيميه يا الله اول وحده هاي يوليا النعيميه يسوونها
قلناها هاي الصبح يصبحون معاريس هي يقولون يقول يولي النعيمية هي يولي وقطع الخية يا من صجح العذرة على زولية حمرة هي ما ربوش بالحامر غير الزبدة هنية ويقولون شاباش ليل معرس وشاباش ليه وقيل وبات وحدها العرسة شرع عطنا النبات حبابك ونصيحي والعرسة اللي هبطت البيت سمي وقولي ما الحباب وليد عمي والعرسة ما يطون وما يدور عليها وحتى الطير راها وبالف تومان رضاها وصارت العرسة وصار القلب وياها اي نعم الله لحقنا علي ليش ما اقول لك فانه نحن نعتز انك كان في نصيب قال الشاعر يبقى الثناء وتذهب الاموال لكل زمان دولة ورجال زمار على هذا إيه نعم الناس كانوا متكاتفين العاده في العيد العيد عاده في العيد الهيور ما يتغدون في الاعياد ها عيد صغير هيور عقب صلاه العصر مباشره ايوه يومين وعيد العود ثلاثة كلها انقرضت ما شايفين العيد خلاص العيال يسيرون شمال واللي يسافر ما شيء نعم كلهم يا عيد بشو كلنا يا عيد معتلي بالعشر الله بالمستعان لا توهي لا توهي الله بالمستعان يا ابو محمد يلا ان شاء الله الدنيا بعدها في خير اي لكن هذاك زمان ما يرجع شاعر سالم بن سلطان النيادي الله يطول عمره اخونا في جيلنا من الاهل دائما اقول له يا ابو سعود الوقت لو اللي زين الوقت هو شاعر يقوله وهذا البيت هو اظني هو بادر عنه يقول لي الحظ هيهات يرجع للذي فات ولا يلحج فايته معدوم اي يقول هيهات يرجع للذي فات ولا يلحج فايته معدوم الحين نحن نتكلم نحنين للماضي لكن خلاص الحين لا الدام بيرجع ولا محمد شو من القصيد الاول بعد والله يا ابو محمد لو بعد عليك لين الحول انا هذا ما اريد اطلعه اريده هذا اخيل والديك يا ابو محمد شو لا نبي تريا شيء من الاولي تقول عفرة بنت سيف الله يرحمها يا لها الجنة هل الجنة هل الهلال وزاد للقلب يا زين استجايا لي ثناياه ذبال منزهنا ربي بحصن طرواه يتهم سلم يوم عزم على رحاب يوم صرت باحايين خلنا قبل الوداع نتوايه وياه عساه في خير وعن حاله انسان طلبت ربي والي العرش حمام يا ليتني عبدها اكون مهنة الزال لي خازت الخدام انا باسمع عنده واكون في امره يلي امر ولي قال ونشل مطواع في قبض يمناه عوده يميل والعيب محناه أضواء صغير النفس ما ضاق الأهبال عند سناد السمت ويعرف مجراه والله وما أقول ما مطلبي من مال إلا من حب شوفه ومن حب لا ما قلت وتلاقيت وياه بالفال يوم اللي لقيته عني الهم يلا إلا شوفه يبني كل ضيجات وعلا وإن شافه الميهود يبني بلالا ما لي حق أنتقد لأني أنا مو بأديب وشاعر أنا أقول المحافظة على الشن أنا الحين عيالنا اللي يعدون القصيد ما يعدون على اللهجة القديمة أو قصيدنا وايد حلو مثل هاجرتني يا صافي الخد هجر كوزا وبرادك محين ولكن وصلك ما منه بد دام العهد ما ضاع يا زين انت هضني وانت الذي وليتك السد زد اللي خله والمضانين احاسب الايام واعد امس الاحد واليوم الاثنين ساعه قفا قلبي ولا رد ادوى ولا ضد عند الاطباء والمداوين اللي الهوى ومشافق الود هذاك عوق اقل جمحين الناس بدات تعد القصيد على لهجه غير لهجتنا جتنا مفردات قريبة إلى القلب نعم نعم قريبة إلى القلب تشرح الخاطر يقول واحد من هنا شاعر نعم يقول ون قلبي ونت النادم مسعود اي ونت النادم يقول ون قلبي ونت النادم وعلى حالي مشجنه يوم حظها تنسلب نادم والعشج ربي مسونه الحر والخادم وسكنها في غرسة الجنة الحب ما يبقى اسود وابيض نعم إيه؟ ويقول بعد وحدة يا صاحبي شوفك شفاتي وحبك دعاه في حالي حسب ويعد الايام اسهيت حتى عن صلاتي واسهيت بي عن فرض الاسلام ويا الله لا تقطع رجاتي ترجع علي مقيضي العام على مملاي الاجدام ابو محمد ما تاخذ انت كل الاعلام يا رب ما تقول الا الزين يعني. ما تقول الا الزين ما تقول الا الزين وكل فنان وكل والكتاب ابوي روحه هذا الحين انت اللي عندك اللي موجودات في السوق مجلدين اي هذا المتوسط نقول هذا الامثال شعبيه ما في معروفه امثال شعبيه لكن الحين باجات كتاب مطبعه هو نزل لو بعد لا ما نزل ولادي كتاب رمستنا منظرتنا من شلاب على العين القديم زين اما الكتاب اللي الناس ترياه اكثر هي نعم هو بس ما بعد القصيد لا لا نبه هاي وحده منهن اللي هي ما مقصدي من الداوي لا انا ما اعرف دخيل لا والله تعرفها ما اعرفها عندي عيدك يا شيخ القصيده منو الشيخ شخبوط من ذياب بن خليفه عمه زايد بن خليفه اللي متزوج الشيخه موزه بنت زايد بنت عمه نعم
تبيات الحمد لله نعمة. من يصبر عن خوية ومن يحتمل يومين صابت حالي قضية ما غمضت لي صابت حالي قضية ما غمضت لي عين يا مفروض الثنية لا تسمع الدلهين. وهذه القصيدة أنا أخذتها من مصدر موثوق من خادمة الشيخة موزة بنت زايد بن نفس الله يرحمها المرحومة أرميلة بنت فرحان الفلاحي. وهاي القصيدة ما بالناس أنا حافظنها حاطنها بالكتاب ما أقدر. وانت بعد غالي عندي. جزاك الله خير. غالي وما يعلم قدر كل الله, الله سبحانه وتعالى. الله يزيك. ولا أنا جليل أوصل عند حد. لا والله أنا. كنت. والله أنا. كنت لأنك أخو عزيز. والله عد الشيار والعرب والبشار والإنس والجن مرحبا بكل خطوة خطيت لين وصلت لها. يلا الله يسلم ويطول عمرك. ما يعني يوم أسير جداهم ما بيجي لي للزال إلا نصح من رؤياهم مضطع عشر بلا حافظ على الغالي كتيم السدي الناس مستأخرة ومتبدي. أنا والله أن الناس اللي تتابعنا حين سعدوا أكيد وعفنوا الحظ هذا الحظ الجنازة عودوا الميت فاع بسم هذا الحظ اللي ضاعت بسم الله عليك. من لو الخوف الحظ ما بيصير غوص. أيه. والشاعر يعني سام مرفة. مرفة. ما بمان مكذب. يظهر يسير على الطيبين والحيين. هنا. محمد ولدك. ولدي على محمد بن أحمد. هو هذا اللي أخذ اللي كان اللي سافر يا محمد بن علي المهيري يد أخوي أنا. زين. رجال كريم. قال ابن علي بيصير الغوص. قال يا ابن علي أنت ما فيك تصير غوص أنت. قال أنا. من هالبطين من دلموش واحد ياهم عالي سعني ساروا الغوص كلهم تدري انه الغوص شلوا قشارهم ساروا الغوص دل انت قطعة السفينة مسافة المركب يبون الغوص الهيرات كان يحم بن علي طاح ما خلقنا لذلك ما مال شدة من الفرش لين العرش الخبز مخبوز ومن في الكوس زين قال له والله يبعد قال الله انا ما اقدر اكمل الحين انا جزوة وخسارة فلوس وهذه لك كلهم يعني على الله وعلى المكدة اللي بيكد انا احتجة ولا لا الجزوة قال لهم برد والخسارة على خسارة الدفتر انا بدفع لكم مرة شوف الكرة فهمت علي؟ نعم بيجعلوا على خسارة عليهم قال الخسارة مرة الدفتر منقول على بن علي قال عادة الله يا بن حميد صابتني الأقدار وبليت بليت وفراق اللي ياويد غرني مشيت في الحشابيه لي صاب من الموج وسعيد طاحوا من الفرقة مياهيد وأنا بحال العسر تلميت شوف الرجال رده وخسر روحه شوف الكرام وديوت نص قبلنا واحدة من رعاية السيارة وناس هذا ناس يعني في ذيك الديوان فيهم دا ناس أنا أجرى عندهم مال هاي هنتين عيايز مسيرين على عرب العافان الله يكفينا شره لو قيل له وين جبيح يلي على ما لا شحيح ما يعد عند الطيبين ولا على العيون شايعات يوم الحرايم سيني تدري العرب يبون التمر قالت لهم نحن ما عندنا شيء حصلانين تعبانين سير الحرايم بتقهويون اشتلوا عافان صاروا عندي رانا اليارة شيريم الثاني حصل تراب التمر وحط هذا اليارة اللي اليارة تدري بأن اليارة قالت لهم ما صرتوا عند فلانة قالوا لها يومينها قالت أنا مولاي ولا عندي شيء مات. قال شو قلتي؟ قالت حلفت يا الحصلان ماي إلا الذي كاساب رأسه يبطي يرحب يوم تلفيه سمت العرب مأخذ قياسه ناس تشريه إلا البخل له ناس تشريه مختص في نفسه خساسه وحالف أنا هذاك ماي ولا طوف أنا بقرب ناسه الله. يا خالد ما خرجت شيء بطل بسم الله عليك بسم الله الله يبلغنا إن شاء الله في محمد أمين. معرس يا رب العالمين معرس أول خريج محمد شو تحفظ من الأمثال؟ لا كاش ولا فاش ولا فار يلعب على الفراش. يا الله يحفظك. امين ويحفظك يا ابو محمد. فرحت بشوفك. الله يطول عمرك. ويتي عندك هاي روحها. بس انا لي طلب ما تخليها يتيمه مو بحسب هذا التوالى المنسول. لا لا والله ما تخلي ان شاء الله تدوس بايته. مرحبا. وما عن غناه. الله يطول عمرك. الله يحفظك. ويا متابعين سمحوا لنا اذا زلينا. ردوا للمرجع ابو محمد لا 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 انا المرجع انت ابوي المرجع جل من لا يسوى اخوكم الحظ بن مصبح من فرحان الكويتي ابو محمد مرحبا صغير واللي تابعنا اللي تابعنا من شيخ وعام وصغير وعود لكم التحيه والاحترام والتقدير وسامحونا وفوق كل ذي علم
قيس ابو محمد والله العظيم ما قالت عشان خليفه جليت الفجر عشوائي جليتها تبغى باسطه ياس ما جيتنا عند الا قالت عن قصتك الفرج والسرور في خاطر كل انسان متكلم والله ابوك تجي من خلف كلنا ان شاء الله فينا ومحمد ما اخذ الثانوي ودخل الجامعه يا ربي بعد بتريا بدينا شعب ما بين اللي تخرج والله ممنونين والله ممنونين والله عين الحاب وعين الاستاذ مرحبا 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 كبار والله مرحبا يا ابو محمد ان ما نخلمون فلا من يجيتك واسعدتنا واعطيتنا اكثر من حقنا ما يستاهل هذا حقك ابوي انت حقك ابوي انت لي مني على لا 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 يعني الله اللي مرحبا مرحبا كبار مرحبا انسان الناس كلها تحبك جزاك الله خير جزاك الله خير الله يجزيك الله يطول عمرك مرحبا حبيبي مرحبا مرحبا دين مرحبا مرحبا زارتنا البركه مال حبيبي دين اسمحوا لنا السر على مويه يكتب الله يعطيك الصحه ولا صور لا خليت لا 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 وافي الله حبيبي انستونا يا مرحبا يا مرحبا باللي شرف لك الله يا مرحبا باللي شرف لك الله الله يحفظك والله بداعة الله استودعناك الله ما لا لا خليت منك مشكورين وما قصرتوا على حسن الضيافه شو سوينا يا الله ما خليتوا شيء ما سويتوه يا رك الله يا ابو محمد ما انت عرفت لي شيء من ردود يا الله ما يهمك ما يهمك مرحبا مرحبا فداك الله يا محمد شكرا على حسن الضيافه بارك الله فيك يعني بيت عامر سيرنا على ابو محمد وقصرنا الدوب وبسم الله الرحمن الرحيم تتمنى الزياره هاي من هالكثر سنه ورب العالمين راد لها انها تكون الحين والحمد لله سلمنا على الرجال وسيرنا عليه شفنا علمه وخبره واكثر ما في خاطري ان العرب تشوف الشخصيه هذه وتعرفه عيال بشيركم لو بينس وياه 5 شهور ليل بنهار ما ينضب بحر وادي ما ينضب ما ينضب ما سبحانك يا رب شخصيه ما شاء رمسه يم عنده بشيركم ما رمس نقطة من محيط لأن ما بضاري ما تشد ظهر على الإعلام وفي التلفزيون ومقابلات يعني أنا ويلا يلا يوم قلت لسناب حق ربعي الخاص ثالث عنده لا تنعد ولا تنحصى ورمسات عنده ما يعلم بحجمها إلا الله سبحانه وتعالى واللي عاصره عايشه وقبل ما نوصل تجي من وراء الشارع الخلفي هذا وين البيوت الكبار وين الشارع اللي يظهر من الصناعية باتجاه مستشفى توام الخلف في هالمكان ولما بوي هالمسيد اللي يشرح الخاطر تبارك الرحمن في نص هالقصور ما شاء الله عليك العين ما شاء الله عليك العين وصلينا العشاء وعينا من الله خير وحين نكون متوكلين على الله مسيد قبل البيت هذا قبل هالقصر مسيد ياخذ العذر ما شاء الله ما اعتقد من بعد اللقاء هذا مع الحظ الكويتي الحظ المصبح اني يعني اليوم بتكون الخروفة لها معنى ولا لها قيمة ما اعتقد فما ظني اليوم بتكون شيء خروفة شو السبب لي بارض حق الخراري في اليوم يا غير ما أدري كيف أحس إنه بيخترب اليوم إذا حطيت خروفة خلاف يا غير من عقب رمسة هاي الفنان ويا الحظ بعد خراري في الليل أشوف الشيء الموضوع بيقدي مبغاوي تحيدوني كل دقيقة لي رأي لكن إن شاء الله لين نوصل تموت موت تحيا قوم يلا برأيك الحين دخلت البيت الساعة بالضبط 11 إلا ربع يلا أنا بسوياكم خلاف عادة شفت عمري في حبة خراري عديت عليكم 90% شيء إن شاء الله لأني ما حولي ظهر يلا بالنسبة لمقابلتي ويا الحظ الجلسة اللي جلستها وياه تقريبا ساعة كاملة يعني ها كلهم مسجلين فيلم واحد بنقطعه بني مع بنسوي له مونتاج قطعة واحدة كاملة يعني بنحطها على اليوتيوب إن شاء الله إذا الله جعلنا بالحي على حسابي والباقي بنقطع بننزل على نسوي بنحطها خلاف على دفعات كل يوم شيء كل يومين شيء كل يوم يعني شيء من هالقبيل يعني تعبر من هالشيء كله هو محمد ولد الدولة محمد بن الدولة ما شاء الله عليه شغلته هاي ومهرته وبحط لكم حسابه بعد شوية شغلت ومهرتي يعني الأساسية في المؤتمرات في حفلات التخرج في الأعراس والمناسبات ما شاء الله عليها بريح وإن شاء الله أني بحط لكم حسابه واللي يبقى طالعوا طريقته في التصوير واللي بيوز اللي ترى بيطلبه بحق يعني كل إنسان وله طريقة وهذا يعني شغلته هو قابضنها مهري يعني